سيدة مصرية، إن شاء الله عيد سعيد عليها كلنا. يعني متهيألي إن إحنا في زمن والعصر الذهبي للمرأة المصرية، لما نلاقي 6 وزيرات في الحكومة المصرية، كل وزيرة بتحمل حقيبة ثقيلة جدا، مش صورة ولكن حقيبة استثمار وتعاون دولي، تضامن، ثقافة، سياحة، تخطيط، تضامن، هجرة المصريين في الخارج. كل وزيرة الحقيقة هي السيدة المصرية أثبتت أن هي تقدر أن هي تتحمل المسؤولية. وزي ما أنتم شايفين تثمين القيادة السياسية على دور المرأة في الحكومة وفي النشاط السياسي بتاعي واضح. المحافظ نادي عبده برضو أول محافظة للبحيرة تكون محافظ سيدة، بالتأكيد ده أيضا يعني تحرك آخر. النائبات البرلمانيات في البرلمان المصري، وبحيي أنيسة حسونة، يعني عايزة أقول النائبة المقاتلة والنائبة الحديدية، بحييها على كل ما تقدمه. مواضيع كتيرة أمينة حسونة كانت واقفة يعني بميت راجل، فبحييها على جهدها وتعبها. بنتكلم عن القضيات، بنتكلم عن نماذج كثيرة من المرأة، والحقيقة مش بنتكلم بس عن ان احنا بنوصل وان احنا دلوقتي بناخد مراكز في الحكومة. متهيألي رئيسة وزراء لمصر اكيد ان شاء الله قادمة، ولكن هذه المرحلة انا بقول انها مرحلة جيدة جدا. وبالعكس امبارح في الأسرة المصرية الرئيس قال ان شاء الله يبقى فيه يعني الكثير واكثر عددا للسيدات في الحكومة المصرية. إنما الحقيقة بغض النظر عن المرأة والمراكز المرموقة اللي هي أخذتها في هذا العصر، إنما بحيي أيضا المرأة الغير عاملة اللي هي في البيت، لأن دي الحقيقة دورها بتربي أجيال، حتى لو مش بتشتغل، حتى لو ما وصلتش المراكز المرموقة، إنما دورها في البيت وحفظها على بيتها وجوزها وأولادها. بالتأكيد تاني لازم نديها تحية، وأرجوكم ندي تحية أيضا للمرأة المهاجرة اللي هي قاعدة في الغربة. احنا دايما نتكلم عن المواطن المصري في الخارج واحتياجات المواطن المصري في الخارج، ولكن في سيدة في الخارج بتتحمل الغربة بجانب زوجها، وهي اللي بتعلم أولاده الدين وبتعلمه العربي وبتعلمهم الولاء والانتماء للوطن. بالتالي شفنا دورها كبير جدا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الخارج، فأنا من هنا بحيي أيضا المرأة المهاجرة.